يا شيخ توجد جمعية بين مجموعة من النساء حيث كل شهر تستلم إحداهن المبلغ، فهل في هذا شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا القرض الجماعي، القرض الجماعي اللي يتخذه بعض الموظفين، وأنا أرى أنه لا يجوز، أرى أنه لا يجوز، لأن هذا معناه التقارض بينهم، كل واحد يقرض زملائه بالدور، ويكون قرض مشروط في قرض، يكون معنى بيعتين في بيعة، ويكون أيضا من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.